هو الحارس على واحدة من أهم كنوز مصر الثقافية والتاريخية الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، اسم بارز في عالم الأثار الإسلامية والقبطية، وترك فيه بصمة واضحة عبر مسيرة أكاديمية طويلة وأبحاث رائدة في التراث الإسلامي. حصل العالم المصري على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1998 من جامعتي القاهرة وإشبيلية، ثم بدأ مشواره الأكاديمي حتى نال درجة الأستاذية عام 2011. تولى الدكتور أسامة طلعت العديد من المناصب، منها وكيل كلية الآثار ورئيس قسم الآثار الإسلامية، كما حصل خلال مسيرته العلمية على عدد من المنح الدولية، منها منحة لدراسة إدارة المتاحف في الولايات المتحدة الأمريكية ومنحة اليونسكو لدراسة طريق الحرير، كما شارك بأبحاثه في مؤتمرات دولية في الصين واليابان وأوروبا، إلى جانب عمله كرئيس لدار الكتب والوثائق القومية. وأصدر وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو قراراً بتعيينه قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. ويشغل الدكتور أسامة طلعت أيضاً عضوية اتحاد المؤرخين العرب والجمعية المصرية للدراسات التاريخية وجمعية الأثريين العرب وجمعية أصدقاء الثقافة الإسبانية. ويعتبر إنتاجه العلمي مرجعاً في مجال الآثار الإسلامية، إذ نشر أكثر من 20 كتاباً وبحثاً علمياً بعدة لغات حول العمارة الإسلامية في الأندلس والآثار الإسلامية في مصر والغرب الإسلامي. من أبرز مؤلفاته كتب دراسات في الآثار الإسلامية وأضواء على تاريخ المسلمين في الأندلس من الفتح حتى عصر ملوك الطوائف والعمارة الإسلامية في الأندلس. أشرف الدكتور طلعت على العديد من الرسائل العلمية في جامعات مصرية ودولية، وهو عضو فعال في العديد من اللجان العلمية والفنية، كما شارك في تقييم الترميمات الأثرية، ومكنه إتقان اللغتين الإنجليزية والإسبانية من توسيع نطاق أبحاثه والمشاركة في حوارات دولية مع باحثين من مختلف أنحاء العالم.